من جانبه أكد المترشح للرئاسيات الثاني عشر من ديسمبر المقبل عبد المجيد تبون ولايتي أن عام أمس أكد أن الفلاحة والمرأة الريفية تعد أهم عناصر برنامجه الرئاسي. تبون وفي تجمع شعبي نشطه بمسقط رأسه دعا المواطنين إلى التوجه للصندوق لتحقيق الأهم في الفترة الحالية. طالعين على الاوضاع المزريه لها فيها بعض الفئات بالاخص بطاله الشباب. ان شاء الله يكون في حلول، ان شاء الله يكون في حلول، لانه يسعى من حقيقه العصابات ان شاء الله ما تزيدش كذا ما قلنا خلاص. الاموال دروك اللي تسترجع والاموال جايه ان شاء الله تاع البترول وغير البترول لازم تنصب. اولا الجيل الجديد فيه برنامج بالنسبه للمناطق الريفيه، بالنسبه للمناطق الجبليه تكون برنامج نتاع المراه اللي قاعده في البيت باش تعاون ولادها وتعاون الزوج تاعها والبنت كذلك، تدير البرنامج تاعها ويكون عندها الحق نتاعها في خلق الشركه الصغيره نتاعها بما تراه هي.